منتخب العراق يحاول الصعود إلى كأس العالم. بدأ الحلم بتاريخ 2 سبتمبر عندما واجه المنتخب العراقي منتخب كوريا الجنوبية. هاي المباراة اللي بسببها تفائل كل الجمهور العراقي، ومن بعد هاي المباراة هبطت أسهم المنتخب العراقي. خسارة بالثلاثة من إيران، تعادل من سوريا والإمارات ولبنان، ثم خسارتين متتاليتين أمام كوريا وإيران. تخيل، بالرغم من هاي المهازل لازلنا نبحث عن حلم الملحق الآسيوي ولا زال هناك أمل. سابقاً أغانينا كانت عبارة عن إحنا اللي أسسنا الملعب وإحنا نلعب بيه، وكنا دائماً نذكر قارة آسيا بأنه إحنا أبطالج آسيا، ونقول تذكرين لو ناسية إحنا أبطالج آسيا، إحنا أسود القارة، كل يوم بشرة سارة. ومرة من المرات قلنا الملعب صاير بس لنا، ياها على الكاس ينافسنا. كل هاي الأغاني اليوم ما ترغم على وضع المنتخب العراقي اللي جمهوره إلى الآن ما واثق هل راح ينتصر على المنتخب اللبناني أو يتعثر أمامه في ملعب لبنان. بالحقيقة ما عاد المنتخب العراقي بطل آسيا، ولم يعد مرعبا للخصوم، وأن منظومة المنتخب العراقي هذه شبه معطلة، وعلينا مصارحة نفسنا بهذا الأمر. فبداية تصحيح المسار تبدأ عندما نصارح أنفسنا بأن المنتخب يحتاج لعمل كبير بهذه الفترة. لكن بالرغم من كل هذا، ما المفروض نرفع الراية البيضاء؟ فأمامنا ثلاث مباريات ممكن من خلالها نصحح المسار. المنتخب اللبناني اللي واجهنا بمباراة شبه حاسم على الملحق الآسيوي مو ذاك المنتخب اللي ممكن انه انت تخاف من عنده لو كان منتخبك العراقي بأيامه وبعزه. وحتى وضعية هذه منتخبنا ممكن انه يتعدى لبنان بشكل جدا طبيعي، لكن على ما يبدو انه أرضية الملعب اللبناني ممكن تأثر على أداء لاعبينا وتأثر على المباراة بشكل عام. بالمباريات السابقة المنتخب اللبناني شفتها والتي تقام على ملعبه، دائما ما يعاني الخصوم من صعوبة اللعب على أرضية الملعب، خاصة المنتخب الكوري بالمباراة الأخيرة اللي فاز بهدف واحد، ومنتخب لبنان كان قريب أن يتعادل مع المنتخب الكوري. هنا أنا أكو فكرة تخليك تفكر أنه الملعب مالتك من تلعب على أرضك إيش قد تنطيك دافع معنوي، وإحنا هنا بهذه التصفيات بصراحة انظلمنا لأنه ما لعبنا على أرضنا في البصرة أو بغداد أو حتى في شمال العراق. فاللعب على أرضك ينطيك دفعة معنوية، وإحنا اليوم دنواجه منتخب لبنان على أرضها. اللقاء ما راح يكون سهل على المنتخب العراقي ولا راح يكون صعب، هو لقاء متوسط كون إنه المنتخب اللبناني فقط يلعب على أرضه. أعتقد إحنا بهذه الفترة نحتاج فوز على مود نصحح المسار، وأعتقد لاعبينا أمامهم فرصة أخيرة لتحقيق الفوز على مود ينعشون آمالهم على الأقل للمنافسة على الملحق الآسيوي، خصوصا أن المنتخب الإماراتي عنده 9 نقاط، لكن عنده مواجهة مرتقبة أمام المنتخب الإيراني في إيران، ونتيجة هذه المواجهة يمكن تصب في مصلحة المنتخب العراقي. هذا إذا حققنا 3 نقاط أمام المنتخب اللبناني في أرضهم وأمام جماهيرهم. من خلال هذه الحلقة رح نختار تشكيلة المنتخب الوطني العراقي المحتملة أو المتوقعة، أو التشكيلة اللي أفكر بها أني بشكل شخصي على مود نواجه المنتخب اللبناني يوم الثلاثاء القادم. طبعا أيضا خياراتنا محدودة جدا بهذه الحلقة، لأنه أيضا المنتخب العراقي لا زال يعاني من إصابات، يعني مثلا أكو مراكز بالمنتخب العراقي لو بها لاعب واحد أو لاعبين، وأكو مراكز أخرى بالمنتخب الوطني العراقي بها عدة لاعبين وهم نجوم، على الأقل شباب لهم اسم كبير بالمستقبل حسب ما نتوقع. فلهذا تشكيلتي اليوم راح أخليها أمام المنتخب اللبناني، راح أختارها من اللاعبين الأساسيين اللي ممكن نلعب بهم بالشوط الأول، واللاعبين اللي راح يكونون بدلاء للاعبين الأساسيين حسب متطلبات المباراة وحسب الخبرة أو نوعية اللاعب اللي ممكن يلعب أمام المنتخب اللبناني. فإذا شفت اللاعب مالتك أني ما اختاريته، فراح نطيب الشوط الثاني فرصة كبيرة ممكن أطلع من عندها لاعب جيد وأستغله خلال ربع ساعة أو 20 دقيقة أو حتى شوط واحد أفضل مما أنزله مباراة كاملة، ويمكن ما يظهر بالشكل المطلوب اللي الجمهور العراقي يريده. فالمباراة لا تنسوها هي عبارة عن 90 دقيقة، وممكن لاعب واحد بدقيقة واحدة يغير لك معطيات المباراة بشكل كامل. احنا ليش دائما نلعب بخطة 4-2-3-1؟ يعني ما ببالك فكرت انه احنا ممكن نلعب 4-3-3 او 4-1-4-1 مثل ما لعبها المنتخب الايراني امامنا؟ اعتقد احنا مجلبين بخطة 4-2-3-1 لسببين. اولا يمكن لانه عندنا عجز او نقص بالمهاجمين بالفترة الاخيرة،
وثانيا اعتقد اي مدرب يجي يدرب المنتخب العراقي ما يريد يخسر خسارة كبيرة او ما يريد يطلع الفضيحة، لانه احنا حاليا في فترة تبديل مدربين دائما، فاي مدرب يقول انه انا اخسر 1-0 احسن مما اخسر 5-0 وفضيحة تخليني خارج المنتخب الوطني العراقي. فاعتقد انه بيتروفيتش بما انه هسه مدربنا الحالي يلجأ الى خطة 4-2-3-1 على مود ما يخسر خسارات كبيرة أمام المنتخبات الكبيرة. فأعتقد إحنا اليوم عندنا مواجهة أمام المنتخب اللبناني ممكن نغير هذه الخطة. المنتخب اللبناني مو ذاك المنتخب اللي ممكن أنه أنت تتعثر أمامه تعثر كبير. فأعتقد أنه بيتروفيتش حان الوقت أن يغير هذه الخطة، خصوصا إحنا نحتاج بهذه المباراة زخم هجومي، نحتاج أن نهاجم على ود نسجل أهداف ونضمن المباراة. فأنا من وجهة نظري اليوم راح أختار لكم خطة 4-3-3، هي طبعا نفس الأسامي بس شوية حتتغير المراكز. فراح نبدأ بحراسة المرمى، ما حد يقدر يختار حارس غير فهد طالب اللي كان أسد أمام المنتخب الإيراني. فهد قدم لنا مباراة كبيرة، للأسف دخل عليه هدف وضاع تعبه أمام المنتخب الإيراني. أعتقد فهد أثبت انه اختيارات مدرب حراس المرمى كانت صائبة من ناحية فهد طالب. ايش قد اكو ناس تكلموا عن فهد طالب بانه مستواه مع نادي القوة الجوية هابط، لكن يبقى فهد طالب مكانه هو الاساسي بالمنتخب الوطني العراقي في ظل هذه الظروف. فهد اثبت وجوده فيستحق ان يكون حارس المنتخب العراقي الاول. ننتقل الى 4 لاعبين راح نلعب بيهم بخط الدفاع. هنا نحتاج 2 قلوب دفاع. طبعا مناف يونس رجع من الحجر، كان عنده مصاب بكورونا والان رجع وهو متاح لمباراة لبنان. مناف عندنا احمد ابراهيم بالاضافة الى مصطفى ناظم وميثم جبار. مناف لا خلاف عليه هو اللاعب اللي ممكن ان تنزله وترتاح تختار تقول انه ايه مناف هو اضافة لخط الدفاع، لكن المشكلة وين؟ المشكلة انه انت عندك 3 مدافعين باقين تختار لازم واحد من عندهم، وهم كل من احمد ابراهيم اللي تسبب انه بكوارث امام المنتخب الايراني، لاعب صاحب خبرة بس بصراحة مستوى هابط جدا خصوصا امام المنتخب الايراني. انا بدأت اتكلم لكم عن خطأة الهدف فقط. أحمد إبراهيم شفته أمام المنتخب الإيراني كان مشتت. أعتقد أحمد إبراهيم هذه الفترة يمر فترة هبوط مستوى. المدافع الثاني اللي ممكن تختاره هو مصطفى ناظم. مصطفى ناظم بالإضافة إلى اللاعب ميثم جبار، فأنت عليك أن تختار واحد من هذول 3 قلوب دفاع تلعب بهم. أعتقد بيتروفيتش إذا كان يريد يفكر بشكل صحيح فالمفروض ما ينزل أحمد إبراهيم، لأنه أعتقد يعاني من ضغوطات بهذه الفترة. المنتخب العراقي وخصوصا بعض اللاعبين اللي أخطأوا بهذه الفترة عليهم ضغوطات جدا كبيرة. أعتقد أنا لو كنت مدرب ممكن أختار لاعب آخر بدال أحمد إبراهيم وخلينا نختار واحد من الاثنين، يا أما ميثم جبار يا أما مصطفى ناظم. بصراحة أنا صار لي فترة ما شايف مصطفى ناظم يلعب أساسي بالمنتخب الوطني العراقي. ميثم جبار شفته بالمباراة السابقة ما كان ذاك المدافع القوي والصلب، لكن ممكن أن يقدم مباراة جيدة أمام المنتخب اللبناني. فإذا اختاريت مصطفى ناظم أو ميثم جبار فهو شيء واحد، مستواهم مستوى متقارب. لهذا أني مصطفى ناظم راح أختاره كلاعب يلعب بدفاع المنتخب الوطني. أما على الجهة اليمين ظهير اليمين منو تختار؟ هو لاعب واحد موجود، فرانس بطرس اللي تم أعتقد شن حرب عليه خلال هذه الفترة من خلال الإعلام العراقي. احنا اليوم نتكلم بواقع، ما عندنا لاعب غير فرانس بطرس يلزم الجهة اليمين المنتخب الوطني العراقي. حاولنا نجيب لاعب آخر وطلع مصاب بالكورونا سامح سعيد، وحاولنا أنه نجيب مرة أخرى شيركو كريم، المسحة ماتة طلعت إيجابية أيضا فما قدر يتواجد مع المنتخب الوطني العراقي. فأنت اليوم على الجهة اليمين عندك فرانس بطرس، لازم تؤمن بوجوده على الجهة اليمين، عسى والعلي قدمنا مباراة جيدة أمام المنتخب اللبناني. على الجهة اليسار عندك خيارين، حسن رائد ومهند جعاز. بالحلقة ذيك قلت لكم حسن رائد راح ينزل هو الأساسي ومهند جعاز بالشوط الثاني باعتبار أنه اللاعب جاي من سفر. أما اليوم أمام المنتخب اللبناني مهند جعاز هو اللاعب الأساسي، هو اللاعب اللي ممكن يخلق لك فرص من الجهة اليسرى. شفتوا حسن رائد أمام المنتخب الإيراني كان مرتبك نوعا ما، حقه اللاعب جديد. أما اليوم أمام المنتخب اللبناني مهند جعاز لا بديل له، يعني هو اللاعب اللي ممكن أن يصنع لنا الفارق أصلا. فمهند جعاز راح أختاره على الجهة اليسار. أما بخط الوسط راح أختار 3 لاعبين. كلاعب ارتكاز راح أختار سعد عبد الأمير. أي اللاعب سعد عبد الأمير ممكن أنه يفيدني بهاي المباراة. أما اللاعب الثاني اللي راح ألعبه أمام سعد عبد الأمير راح أختار أمير العماري. أمير العماري من اللاعبين الجيدين، يمكن أمام المنتخب الإيراني ما ظهر بشكل جيد، لكن المنتخب بشكل عام ما كان ظاهر بشكل جيد. لكن اليوم أمام منتخب لبناني راح أنتظر أداء مميز من أمير العماري. مع أمير العماري راح ألعب
باللاعب زيدان إقبال. راح تقول لي حسام ليش ما نزلنا زيدان إقبال أمام المنتخب الإيراني دقائق أكثر؟ بالرغم من أنه الجماهير كانت تطلب هذا الشيء، أنا من وجهة نظري أنه زيدان إقبال أمام المنتخب الإيراني هي أول مباراة كانت إليه، والمنتخب الإيراني كان بوضعية سيطرة كاملة على المباراة، فنزول زيدان إقبال 10 دقائق أو ربع ساعة ما رح يغير هواية من أداء المنتخب الوطني العراقي، لأنه باختصار كان المنتخب العراقي تقريبا بحالة انهيار. فبالتالي لو دخل زيدان إقبال بديك المباراة 8 دقائق أو ربع ساعة 20 دقيقة ما رح يتغير من الوضع شيء. فلهذا أنا اليوم أمام منتخب لبنان أحب أنطي زيدان إقبال فرصة بالشوط الأول، رح يكون هو اللاعب الأساسي ماتي أمام المنتخب اللبناني، ورح أشوفه أداءه شلونه، هل كان منسجم مع المنتخب العراقي أم يحتاج إلى دقائق أكثر من شوط واحد. فلهذا رح أختار زيدان إقبال كلاعب أساسي أمام المنتخب اللبناني، لأنه المنتخب اللبناني لا يقارن بالمنتخب الإيراني، أكو فوارق ما بين المنتخبين، وزيدان إقبال ممكن يأخذ فرصته أمام المنتخب اللبناني. هذول خط الوسط اللي اختاريتهم. أما بخط الهجوم راح ألعب بجناح ثابت، يعني جناح على اليمين وجناح على اليسار وياهم مهاجم. فلهذا على اليمين راح أختار حسن عبد الكريم، راح ألعب جناح يمين، هو اللاعب اللي راح يشغل لي هذا المنصب. أعتقد حسن عبد الكريم هو من اللاعبين الجيدين شباب، وممكن أن ينطيك مباراة جيدة خصوصا أمام المنتخب اللبناني. وبهذه المناسبة أكو عروض أعتقدها جاية للاعب، أكو اهتمام من نادي بريس بولس للاعب، واعتقد انه هو قريب من انتقال الى الدوري الايراني. على الجهه اليسرى راح اختار جناح يسار واللي هو احمد فرحان. احمد فرحان من اللاعبين الجيدين وممكن انه يبرز امام المنتخب اللبناني. بقى عندنا المهاجم الصريح او راس الحربه، من اللي راح اختار؟ عندنا 3 لاعبين واللي هم كل من ايمن حسين، على عباس، علي الحمادي. شخصيا انطيت فرصه بتشكيلتي السابقه الى ايمن حسين، فبهذه المباراه حاب انطي فرصه إلى لاعبين آخرين غير أيمن حسين، لاعبين ممكن أنه من أنصاف الفرص يسجلوا لك هدف، لاعبين ممكن أنه يغيبون مباراة كاملة لكن يظهرون بدقيقة ويسجلون هدف. هذه المواصفات تنطبق على اللاعب علاء عباس، لهذا راح أختار اللاعب الأساسي ماتي علاء عباس هذه المباراة. هذه خياراتي لمباراة العراق والمنتخب اللبناني، واللي أتأمل أن نحقق من خلالها 3 نقاط على مود ننعش آمالنا. قبل ما أنهي الحلقة، أنا قلت لك اليوم راح أعطيك اللاعبين البدلاء اللي راح أخليهم ببالي يقلبون المباراة، فبالتالي لا تستعجل علي تقول لي ليش هذا اللاعب ما نزلته. أنا بوجهة نظري المباراة عبارة عن 90 دقيقة وممكن أن أشرك لاعبين يقلبوا لي المباراة، فبالتالي اللاعب البديل أهميته بأهمية اللاعب الأساسي. بالتالي شنو هي تبديلاتي اللي ممكن أضيفها للمنتخب الوطني العراقي؟ أول شيء سعد عبد الأمير أشوفه شوط واحد أشوف أداء، ممكن أبدله باللاعب محمد علي عبود، فهذا أول خيار للتبديل أمامي مطروح ممكن أنا أسويه بالمباراة. بالشوط الثاني ممكن إذا شفت أداء أحمد فرحان هبط ممكن أنزل علي حصني، الإضافة الجديدة للمنتخب الوطني العراقي لما يمتاز به من مهارة. علي حصني لاعب مهاري، لكن تعرفون علي حصني والإصابات قصة طويلة، بالتالي اليوم علي حصني متاح لي أمام المنتخب اللبناني، أتمنى أنه يكون ورقة رابحة وينزل بالشوط الثاني، لأنه علي حصني من اللاعبين المهارين وممكن أن يصنع لك الفوارق. بالشوط الثاني راح أطلع على عباس وأنزل علي الحمادي اللي راح أنطيه شوط كامل، لأنه باختصار على عباس ممكن أن ينطيك شوط واحد، ممكن أن ينطيك 40 دقيقة بأداء جيد، لكن بالشوط الثاني أنا لازم أنزل علي الحمادي لأنه لاعب يستحق الفرصة، ولاعب أيضا ممكن أنه ينافس الخصوم، ممكن أن يربك دفاعات الخصوم، فبالتالي علي الحمادي راح أنزله بالشوط الثاني. على كل يا شباب، هذه تشكيلتي واللي اجتهدت بيها، أنت شنو تشكيلتك اللي يشوفها مناسبة لمواجهة المنتخب اللبناني؟ وخلي ببالك صعوبة المنتخب اللبناني تكمن بملعبهم اللي يعتبر من الملاعب السيئة واللي للأسف الفيفا موافق عليها، وراح نلعب على هذا الملعب اللي اعتقد هم اللبنانيين متعودين عليه، لكن منتخبنا الوطني العراقي المفروض يلعب على ملعب افضل من هذا بتصفيات مؤهله الى كاس العالم قطر 2022 واللي بيها افضل ملاعب العالم. قبل ما انهي الحلقه، عتبي كبير على القائمين على الكره العراقيه. العراق دائما كان يطرح 3 ملاعب يلعب بها التصفيات المؤهله الى كاس العالم ويتم رفضها، والسبب هو الأمان. الملاعب هذه كانت ملعب البصرة، كربلاء أو بغداد. دائما يقولون أنتم عندكم حظر بسبب مشاكل بالبلد، مشاكل أمنية، طبعا سبب تافه يعتبر. عتبي على القائمين على الكرة العراقية كان المفروض على الأقل يخلونا نلعب شمال العراق مثلا بملعب زاخو، ملعب جيد وجميل وممكن أن ينترس جماهير عراقية،
فإذا كان سبب عدم لعب العراق في أرضه هو الأمان، فأعتقد ما حد يقدر يقول زاخو أو شمال العراق ما بها أمان. فبالتالي أنت من ترشح لهم ملعب شمال العراق راح تشيل منهم حجة الأمان اللي موجودة ببغداد أو بالبصرة أو بكربلاء، وهي حجة دائما ما يخلوها على الاتحاد العراقي أو على العراق. على كل، لهنا وصلنا لنهاية الحلقة، أشوفكم إن شاء الله بعد مباراة لبنان، وإن شاء الله نتمنى أنه نحتفل سويا بذيك الحلقة. أشوفكم خير يا رب، مع السلامة.